الحظر الجزئي اللي شفناه، والحمد لله أتى ثمار الحظر الجزئي اللي يعني كان في السابق يصعد بهذه الطريقة مع الحظر الجزئي. الحين تشوفون بالسايت مال وزارة الصحة فلات صار شوية، وإن شاء الله نتمنى أن الكيرف ينزل، إصاباتنا كبيرة. أتوقع استمرار الحظر الجزئي صح، أتوقع استمرار الحظر الجزئي إلى المرحلة المقبلة إلى أن تنزل الأرقام. الحظر الجزئي إحنا يعني توصيتنا إلى مجلس الوزراء الموقر هو الإبقاء فيه مع تعديل شوية في أوقات الحظر الجزئي.